and the assassination of Prime Minister Hadi. تحية طيبة، إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. وإن حاولتم أن تعارضوني فسأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جبلاط. حميدي يواصل فتح تهديدات بشار الأسد للرئيس الشهيد رفيق الحريري. تكتل الإصلاح والتغيير من وراء حزب الله يتحملون مسؤولية الأوضاع اللي عم نعيشها بالوقت الحاضر من خلال تعطيلهم لانتخابات رئاسة الجمهورية. حزب الله وعون يعطلان انتخاب الرئيس للمرة 15 على التوالي. الفصائل الجنوبية تستعد للسيطرة على آخر معاقل النظام في القنيطرة. الجلسة 15 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لم تختلف عن سابقاتها بعد تطهير النصاب من قبل التيار الوطني الحر وحزب الله، حيث ضرب موعد جديد في 10 من كانون الأول المقبل. وبانتظار حصول معجزة ما لهذه الفضيحة السياسية، فإن وزير الصحة وائل أبو فاعور دعا إلى إعلان حال الطوارئ الصحية في ظل اكتشاف المزيد من فضائح الفساد الغذائي، وهو سيكشف لوائح وأسماء جديدة في برنامج انترفيوز مع بولا يعقوبيان بعد هذه النشرة مباشرة. وبعيدا عن فضائح السياسة والغذاء في بيروت، فإن النائب مروان حمادي واصل فتح تهديدات بشار الأسد للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومنها قوله: سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط في حال عدم التمديد لإيميل لحود. في اليوم الثالث لشهادته أمام المحكمة الدولية، سرد النائب مروان حميدي المجريات التي سبقت فترة التمديد لإيميل لحود، بدءا من تهديد الأسد المباشر للرئيس الشهيد رفيق الحريري ونائب وليد جنبلاط، وصولا إلى جلسة التمديد في البرلمان والقرار 1559. تقرير شرب العبود. سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط، كلمات بشار الأسد للرئيس الشهيد رفيق الحريري في لقاء آب 2004 الشهير. تفاصيل هذا اللقاء وما أعقبه رواها النائب مروان حميدي أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اليوم الثالث من شهادته، عارضا لما أخبره الحريري عن اللقاء للنائب وليد جنبلاط بحضور النواب غازي العريضي وباسم السبع وحميدي. قال أنه استقبله على الواقف وقال له: أنتم تعتقدون أنكم تستطيعون إملاء رئيس جديد للبنان على سوريا، وأنتم تخطئون بذلك لأنكم تغفلون بأننا نحن الذين نستطيع أن نحسم هذا الخيار، وليست لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. فعندما احتج الرئيس الحريري كما نقل لنا أن لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الأمريكية لها مرشح في لبنان، وأن باب الترشيح مفتوح لكي نتساعد ونتفاهم على اختيار رئيس أقل استفزازا من لحود، قال له: لا، سيكون إيميل لحود، وإن حاولتم أن تعارضوني فسأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط، فالأفضل أن تذهب إلى بيروت وترتب أوضاعك على هذا الأساس. حميدي أشار إلى أن جنبلاط كان قلقا على الحريري ونصحه بالإذعان للقرار السوري ثم الاستقالة ومغادرة لبنان. كان وليد جنبلاط على قناعة أن رفيق الحريري غير مرغوب فيه في دمشق أو من دمشق، أنه غير محبوب في دمشق، أنهم يخشون
نفوذه المتنامي في المنطقة في دمشق ومن دمشق، وأن حمايته الشخصية كانت بمثابة المغادرة كأفضل حل. وهذا نقاش سيدي الرئيس جرى مرارا بيننا، إلى حد تحوله أحيانا في الجلسات المسائية كل يوم أحد إلى تبادل لشيء من النكات بين الحريري وجنبلاط، حيث ولكن هذا جرى بعد هذه الحادثة بأسابيع بل بأشهر، كانا يراهنان من سيقتل أولا. وبعد إشارة حميدي إلى قلق دمشق من تنامي زعامة الحريري عند السنة من لبنان إلى سوريا ومن زعامة جنبلاط الدرزية، تحدث عن جلسة مجلس الوزراء التي لم تدم أكثر من 10 دقائق والتي أرسل بموجبها مرسوم تعديل المادة 49 من الدستور للتمديد لأمين لحود، مشيرا إلى أن الحريري برر ذلك في بداية الجلسة بالضرورة نظرا للأوضاع الإقليمية، وهي عبارة غامضة وتحمل كثيرا من التفسير. وعن جلسة التمديد النيابية عرضت المحكمة صورة الرئيس الحريري داخلا إلى البرلمان وقد بدا منزعجا، كما علق حميدي مضيفا أن الحريري وكتلته صوتوا مع التمديد لتفادي نزاع مع سوريا، وهو كان يأمل سرا أن يرسي فيما بعد توازنا سياسيا عبر الانتخابات النيابية. وقد أشار حميدي في سياق شهادته أن 29 نائبا صوتوا ضد التمديد واغتيل منهم 2 هما بيير جميل وأنطوان غانم، كما تعرض هو لمحاولة اغتيال. الجلسة عرضت بالتفصيل بنود القرار 1559 الذي أكد حميدي أنه لم يكن مشاركا في إعداده، لافتا إلى أن النظام السوري كان في سباق بين التمديد للحود وصدور هذا القرار. وزير العدل أشرف ريفي وخلال كلمة له في جلسة افتتاح الدورة 30 لمجلس وزراء العدل العرب قال إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أنشئت لمحاكمة المجرمين قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار تعطي دليلا على صحة الرهان على العدالة، فمن دونها أي العدالة نغرق في دماء الثأر والانتقام، وقد يغرق أولادنا والأجيال القادمة في صراعات ثأرية نعرف متى تبدأ ولا نعرف متى تنتهي. في ملف سلامة الغذاء طالب وزير الصحة وائل أبو فاعور بوضع خطة طوارئ غذائية لمواجهة ما يحصل في هذا القطاع. أبو فاعور في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة كشف لائحة أسماء جديدة مخالفة. في إطار حملته المستمرة لضبط مخالفات الغذاء، كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور لائحة أسماء جديدة بالمطاعم والمؤسسات الغذائية التي ضبط فيها مواد غذائية غير مطابقة لمواصفات السلامة ونالت حصة الأسد من المخالفات المسالخ خصوصا في منطقة الجنوب. قرار اللي صدر بالأمس عن محافظ بيروت بإقفال مسلخ بيروت، هذا الذي كاد يكون مسلخا للبشر لصحة البشر وليس مسلخا للحيوانات. مشكلة المسلخ مش بس اللحمة، طريقة الذبح وغياب النظافة والروائح، في مشاكل عديدة، في مشكلة الماء، في مسلخين، واحد بالعربية وبالبيسرية بيخصوا أشخاص معروفين بالاسم، مش داعي أذكر الاسم، سيتم إقفالهم. مسلخ الغزية الخاص للأسف طلع خاص ببلدية الغزية بإدارة شخص، تبين أن المسلخ غير مستوفي للشروط الصحية والفنية. أبو فاعور وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في الوزارة أوضح اللغط الذي حصل بعدما ذكر أسماء شركات مياه مخالفة، كما نوه بعدد من المؤسسات التي سعت إلى تحسين أوضاعها بعد إعلان الوزير عن نتائج العينات. في أسماء حصل فيها يعني التباس، مش حصل فيها التباس، في تشابه بينه وبين أسماء تانية. مثلا المياه تنورين اللي أعلنت عنها مبارح هي اسمها تنورين بس غير تنورين المرخصة، بس ما في يقود تنورين المرخصة منيحة أو مش منيحة لأنه ما عندي فحص. مياه الريم هي غير، امبارح أعلنت أنا عن مياه ينابيع الريم، هي غير الريم اللي يعني الريم المرخصة، كمان الريم ما بعرف عنه شيء لأنه عم نعمل الافتصار. كما دعا أبو فاعور إلى خطة طوارئ غذائية تتشارك فيها جميع الوزارات المعنية من الاقتصاد إلى الوزارة والطاقة والداخلية وصولا إلى البلديات لإنقاذ الوضع الغذائي في لبنان الذي وصفه الوزير بالكارثي.
سبحة إقفال المسالخ المخالفة للشروط الصحية تكر، وآخر فصولها إقفال مسلخ بيروت اليوم ومسلخ طرابلس غدا. التقرير لي على سرحان. مسلخ بيروت مغلق إلى أن يعد تأهيله، حلم يعود عمره لأكثر من 20 عاما. الرائحة المنبعثة من داخل المسلخ كافية لدق جرس الإنذار لواقع بيئي يفوق التحمل. خلف هذه الأبواب لا يتم ذبح المواشي والبقر وتصديرها إلى الأسواق بعد اليوم لحين تأهيل المسلخ ومراعاة شروط السلامة الصحية وبناء مسلخ يلبي المعايير الدولية المتبعة. آثار اللحوم ما زالت عالقة في مجاري المياه، وهنا آثار للدماء، وهنا مشهد لم نستطع توصيفه، هي بقايا الوضع الذي كان قائما داخل المسلخ. مش انه على الساعة 12 بالليل يقول لي انا سكرت المسلخ ومفل. بالقليلة عنا زبونات، عنا مصاري، عنا شو اسمه. نحن بدنا انه نحن ننزل على بس لو انه مهلة 15 يوم 10 ايام 15 يوم، انه ستباشر بلدية بيروت بتأهيل هذا المبنى بكل عناصره الانشائية. وسبق انتو كاعلاميين اكثر من محطة ضوت على الواقع البيئي وواقع هذا المنشأ، انه غير، اذا بدك غير رائق للاستعمال، اذا ما قلنا كلمات اكبر. بما في اليوم مطلوب مني انا أهل هذا المبنى ليصير بمصافي المسالخ، إذا بدك العالمية، ليصير فيه كمان التجار قادرين يمارسوا عملهم وتحت سقف السلامة العامة. وهذا المسلخ بيأمن 5-8% فقط من حاجات مدينة بيروت، وصرح ساعات المحافظ بهذا الموضوع، وهذا أولوية عنده أنه ما يعطلهم عملهم. المشهد في بيروت تكرر في طرابلس، حيث انتقلت عدوى إقفال المسالخ المخالفة للسلامة الصحية. محافظ الشمال رمزي نهر الذي زار المسلخ وصف الوضع فيه بالمزري جدا، وطلب من مصلحة الزراعة والصحة إعداد تقرير مفصل لاتخاذ القرار بإقفاله. غير مطابق للمواصفات الصحية والشروط الصحية المفروضة قانونيا، من ناحية الحديد اللي عم بتعلق على الذبايح او الارض اللي مش مبلط، وطريقه المي المستعمله كمان المي ما نظيفه. واكد المحافظ نهر ان المسلخ بحاجه ماسه لاصلاحات ضروريه وفوريه حفاظا على صحه المواطنين. بعد وقوع أكثر من 14 إصابة تسمم، تم إقفال المطعم الذي تسبب بهذه الحالات في حلبة في عكر. في جديد حالات التسمم، إصابة 10 مواطنين في عكار بعد أن تناولوا نوعا من السندويشات من أحد محلات الأطعمة في المنطقة، نقلوا إلى مركز اليوسف الطبي في حلبة وهم يعانون من حالات غثيان وارتفاع في درجة الحرارة، فيما بدأت الشرطة العسكرية بالتحقيق في الموضوع لأن بين المصابين أفراد من عائلات عسكريين. عندنا حرارة، وجع راس، وجع عضلات، استفراغ، اسهال، وجع بطن، بيجي محل تسمم بنسميها food poisoning. بس كله هيدا بانتظار تنحدد اكثر، بانتظار الفحص الدم وزرع الخدش. الى ذلك تم اخذ عينات من المطعم المذكور وارسالها الى المختبرات الرئيسة في بيروت لمعاينتها والتأكد من جودتها، وبانتظار النتائج فتحت سرية درك عكار تحقيقا في الحادث. عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني أمله أن تنتهي أزمة المستشفيات حتى نعطي المريض اللبناني خدمة صحية توفر له علاجا جيدا وتحافظ على كرامته. وكشف مجدلاني عن تأليف لجنة فرعية برئاسته لمناقشة تفاصيل الاقتراح المقدم من كتلة المستقبل حول البطاقة الصحية. اليوم بدأنا مناقشة اقتراح البطاقة الصحية يلي بدها تنظم التقديمات يلي بتقدم بعد بيال العناوين. لجنة الصحة قررت انشاء لجنة فرعية برئاستي لمناقشة تفاصيل هذا الاقتراح، وان شاء الله نقدر نخلص من كل المناقشة بأسرع وقت ممكن حتى نقدر أن نعطي المريض اللبناني، خاصة المريض يلي ما عنده إمكانيات ويلي ما عنده أي ضمان صحي إلزامي،
نقدر نعطيه هذه الخدمة الصحية مع وافر الكرامة. وننتقل إلى مجمع البيال، حيث يحتفل طلاب تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار في الجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية الأمريكية بعدما حققوا فوزا طالبيا. من هناك تنضم إلينا الزميلة مها ظاهر. مها تفضلي. الانتصار والاحتفال التي تهيمن هنا في البيال بذكرى، ليس في ذكرى ولكن مع نجاح وتحقيق الانتصار الكبير الذي حققته قوى الرابع عشر من آذار وتيار المستقبل في الجامعة الأمريكية وفي الجامعة اللبنانية الأمريكية. والحديث أكثر عن أهمية هذا الانتصار الذي تحقق، معي هنا أمين عام تيار المستقبل الشيخ أحمد الخليل. بالنسبة لتيار المستقبل بالنسبة ل 14 أذار شو أهمية؟ بداية نهدي هذا الانتصار للرئيس سعد الحريري، بنقول له إنه في شباب المستقبل، هن الشباب اللي حيكملوا معك مسيرة رئيس شهيد رفيق الحريري، وهن اللي مأمنين بخط الاعتدال اللي عم تحكي فيه واللي عم تعطينا كل قيمه بوجه التطرف الموجود اليوم. هول الشباب هن فعلا شباب مأمنين بالخط الوطني اللي أرسل الرئيس شهيد، شباب بيرفع فيهم الرأس، شباب عم بخوضوا معارك ديمقراطية ليثبتوا انه تيار المستقبل تيار بآمن بانه هيدا البلد ما بينبنى الا على اسس وطنية وعلى اسس ديمقراطية. حضروا للمشاركة في هذا الاحتفال وفي هذا النصر. محمد، شكرا لك مها ولضيفك. المسائية مستمرة وفيها بعد الفاصل ترحيب مصري إماراتي بدعوة خادم الحرمين لإنهاء الخلاف مع قطر. الاحتلال يواصل التصعيد ويقرر بناء وحدات استيطانية إضافية في القدس المحتلة. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. مادي يواصل فتح تهديدات بشار الأسد للرئيس الشهيد رفيق الحريري. وحزب الله وعون يعطلان انتخاب الرئيس للمرة 15 على التوالي. إقفال مسلخ بيروت اليوم ومسلخ طرابلس غدا. مجددا نحييكم. شهدت محافظة القنيطرة معارك عنيفة بين كتائب الأسد والثوار للسيطرة على آخر نقاط الشبيحة في المحافظة، هذا في وقت شهد حي جوبر قصفا عنيفا بعدما فجر الثوار نفقين لقوات الأسد في جوبر وبلدة بيت سحم. في المقابل سجل المقاتلون الأكراد تقدما في عدة أحياء في مدينة كوباني بالتزامن مع تواصل غارات التحالف الدولي والعربي على مواقع داعش. يخوض الجيش السوري الحر معارك عنيفة لبسط سيطرته على كامل محافظة القنيطرة، والتي إن سقطت ستكون المحافظة الثانية التي يخسرها النظام بعد الرقة. ففي الأشهر الأخيرة ظهر وضع جديد في جنوب سوريا، مقاتلو المعارضة بدأوا يتمددون بشكل متسارع خصوصا في محافظة القنيطرة بما فيها المعبر الحدودي مع الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان. وفي العاصمة دمشق التي تمكن الجيش الحر من تفجير نفقين كانت قوات النظام قد حفرتهما في كل من بلدة بيت سحم جنوب دمشق وحي جوبر الذي سقط فيه عدد من كتائب الأسد بين قتيل وجريح جراء استهداف الثوار لأحد نقاط تمركزهم. أما في دير الزور فقد قتل أكثر من 20 جنديا من قوات النظام بتفجير سيارة مفخخة وباشتباكات في المحافظة. من جهة أخرى تواصلت غارات التحالف الدولي والعربي على مواقع تنظيم داعش في عين العرب كوباني، واستعاد المقاتلون الأكراد السيطرة على قرى عدة بعد مواجهات بين تنظيم داعش من جهة وقوات البشمرجة والجيش الحر والمقاتلون الأكراد من جهة ثانية.
في أربيل سقط أكثر من 27 بين قتيل وجريح في تفجير انتحاري استهدف مبنى محافظة أربيل. وفيما ضربت الشرطة طوقا حول مبنى المحافظة، ذكرت مصادر أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة اخترق الحاجز الأمني وقام بتفجير السيارة. إلى ذلك أعلنت حسابات منسوبة لأنصار داعش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تبني التنظيم للتفجير الذي تزامن مع تواصل انعقاد مؤتمر التقارب بين العشائر العراقية في أربيل بحضور مجموعة كبيرة من العشائر العربية والكردية والتركمانية والسريانية. أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بنتائج قمة الرياض وإنهاء الخلاف الخليجي، مشددا على أن الاتفاق الذي تم يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف العربي. وأضاف الملك عبد الله: لقد حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية. وأكد خادم الحرمين وقوف دول المجلس إلى جانب مصر، مناشدا الرئاسة المصرية العمل لإنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي. دعوة الملك عبد الله لاقت تجاوبا سريعا من مصر التي رحبت بالاتفاق معلنة دعمها الكامل له، وطيح حقبة الخلافات. وثمنت الرئاسة المصرية جهود العاهل السعودي الداعمة لمصر، كما رحبت الإمارات بالدعوة. حولت قوات الاحتلال الإسرائيلية شوارع القدس الشرقية المحتلة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وتوعدت بمزيد من الإجراءات مفسحة المجال أمام المستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأمعانا في الاعتداءات الإسرائيلية، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء لبلدية الاحتلال في مدينة القدس الشرقية المحتلة على بناء 78 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، تضاف إلى عشرات الوحدات الاستيطانية التي يعتزم الاحتلال إقامتها في مستوطنة جبل أبو غنيم ومستوطنة راموت. وتتابعونا بعد الفاصل. بري يجدد تأكيد وجود مؤشرات إيجابية في الملف الرئاسي. اجتماع لخلية الأزمة بشأن العسكريين المختطفين في السراي. نواصل تقديم هذه النشرة للمرة 15. تأجلت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 10 من كانون الأول المقبل دون أن يسجل أي خرق إيجابي على مستوى هذا الملف، باستثناء إعلان الكتائب عن لقاء قريب مع حزب الله للتلاقي حول انتخاب رئيس. باتت جلسات انتخاب رئيس للجمهورية كواجب روتيني يتكرر ويمدد الشغور الرئاسي دون يتمكن المجلس من إنجاز هذا الاستحقاق. مصير الجلسة كان معروفا سلفا، المعطلون للنصاب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح أبقوا على مقاطعتهم رغم تسمية الحزب لعون مرشحا له. 53 نائبا حضروا إلى ساحة النجم بغياب رئيس المجلس الذي أجل الجلسة إلى 10 من كانون الأول المقبل. أسف واستنكار لتعطيل النصاب عبر عنه بعض النواب، كما حضر موضوع إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب لتفسير الدستور، هذا الأمر الذي كان منوطا بالمجلس الدستوري وفق اتفاق الطائف قبل أن يجعله مجلس النواب من صلاحياته عام 91، وهو ما اعتبره نواب المستقبل والقوات أمرا غير جائز وتضاربا في الصلاحيات. اليوم هو اليوم بيحتفلوا فيه بيوم الصحة العقل للأمراض العقلية، وأنا الحقيقة بتمنى بهذه المناسبة بتمنى وبدعي، لأنه أنا بدي أوجه دعاء إنه ربنا يلهم الناس عقل والمسؤولين عقل وحس بالمسؤولية لكي نتمكن من انتخاب رئيس جمهورية، فتعود الجمهورية تسير بعقل بدون ما تسير هي على الهوارة. كتلة نواب زحلي جددت تحميل مسؤولية التعطيل للنائب ميشيل عون متسائلة هل يجوز أن يبقى مرشحا أو أن ينتخب في مجلس طعن بدستوريته، مشيرة إلى أنها ستلتقي نوابا من حزب الله قريبا في محاولة لإنقاذ الجمهورية كما قال النائب إلي ماروني. هذا يقودنا إلى سؤال الزملاء النواب في حزب الله الذين أعلنوا تأييدهم للعماد عون، أما حرركم العماد عون من التزامكم به كمرشح رئاسي بعدما طعن بالمجلس في حين أنتم مددتم له؟ ملف سلامة الغذاء حضر أيضا على هامش الجلسة، نواب غادروا ساحة النجم قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة، وآخرون توجهوا إلى عين التيني للقاء الرئيس نبيه بري في إطار لقاء الأربعاء النيابي.
الرئيس نبيه بري جدد تأكيد وجود مؤشرات إيجابية في موضوع الاستحقاق الرئاسي. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هناك ثلاث مظلات لحماية لبنان، هي الوحدة الداخلية التي يجب أن نحافظ عليها ونعززها، والجيش اللبناني وما يقوم به من دور مهم وأساسي لحماية الاستقرار والسلم الأهلي، والمقاومة وما حققته وتحققه من إنجازات على المستوى الوطني. بري وخلال لقاء الأربعاء النيابي نقل النواب عنه قوله أنه لا يزال يرى أن هناك مؤشرات إيجابية في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وأن لديه معطيات ملموسة من خلال اللقاءات التي أجراها ويجريها، مؤكدا أيضا الاستمرار في سعيه بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، لأن ذلك ينعكس إيجابا على الوضع العام. وفي هذا الإطار أعلن وزير الصحة وائل أبو فعور بعد لقائه الرئيس بري إلى أنه يسعى من قبل النائب وليد جنبلاط والرئيس بري للحوار كمقدمة لتفاهم وطني، مشيرا إلى أن الرئيس سعد الحريري أطلق مبادرة شجاعة، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أدلى بموقف فيه مد لليد، وهذا ما نحاول البناء عليه نحن وبره. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يحمل تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، ويطالب بتوقيف الفاعلين في جريمة بتدعي. استهجن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المماطلة في الاستحقاق الرئاسي، محملا مسؤولية تعطيل الانتخابات لتكتل التغيير والإصلاح الذي يتلطى خلفه حزب الله. أنا كنت معتبر أنه سيد حسن نصر الله وقت اللي بيحكي جد. طيب مرة الماضي أعلن بآخر طلة على أنه مرشحهم، والحرف الأول من اسمه ميشيل عون، أنه مرشحهم. طيب إذا واحد عنده مرشح يا أخوان وفي انتخابات شو بيعمل؟ بينزل بينتخبه. طيب مرشحهم عشو لكن؟ تكتل الإصلاح والتغيير من وراء حزب الله يتحملون مسؤولية الأوضاع اللي عم نعيشها بالوقت الحاضر من خلال تعطيلنا انتخابات رئاسة الجمهورية. حان الوقت أن نحسبهم جميعا أو أن ينزلوا على انتخابات الرئاسة. جعجع أكد أن القوات متفقة مع المستقبل والاشتراكي على قانون مختلط، داعيا الجميع إلى طرح قوانينهم خلال مهلة الشهر التي اتفق عليها مع رئيس نبيه بري لعمل اللجنة المكلفة إعداد القانون، ثم الذهاب إلى الهيئة العامة للتصويت على المقترحات، كما تطرق إلى جريمة بتدعي. ما رح نقبل أي منطق بيقول أنه ما بيقدر الجيش يفوت على مطرح بسهل البقاء. كل شبكات الخطف والتجارات غير مشروعة والمخدرات والسرقة ما هيك والفدية، كل هالشبكات هودي لازم بوقت كتير قريب يكونوا توقفوا. ماذا وقال لك كيف بقى نفهم انه حتى بأزقة وشوارع طرابلس الداخلية قدرت الأجهزة الأمنية والجيش عملوا اللي كان عليهم يعملوه وكل اللبنانيين وقفوا معهم. وطالب جعجع الدولة بإنهاء ملف العسكريين المخطوفين بالطريقة المناسبة بعد أن تحول إلى مأساة وطنية. اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن التسوية في ملف رئاسة الجمهورية هي مرادفة لصفر بالمئة تمثيل، ونحن نقبل بالتسوية إذا كانت تسري أيضا على رئاسة المجلس النيابي ومجلس الوزراء. كلام باسيل جاء خلال اختتام جولته البقاعية في بلدة الرعيد. ما بيقولوا لنا شو فيها إذا أنتوا قوة كبيرة دعمتوا الرئيس؟ عظيم، خليهم هني الحزبين القوية بالطائفة الشيعية يدعموا رئيس مجلس النيابة. نحن عندنا بتكتل التغيير والإصلاح عندنا شخصيات شيعية مرموقة وفيها تعمل توصل على رئاسة مجلس النيابة، وكمان على رئاسة الحكومة عندنا شخصيات سنية. نحن منفتخر أن تيار وطني حر و22% من المنتسبين لنا مسلمين، نقدر نقدمهم على رئاسة الحكومة وعلى رئاسة المجلس النيابي. يجتمع أهالي العسكريين المختطفين في هذه الأثناء في رياض الصلح مع سفير حقوق الإنسان علي خليل الذي أبلغهم موافقة الخاطفين على إرسال ثياب إلى أبنائهم. وفيما يعقد في السراي الحكومي اجتماعا لخلية الأزمة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، يتوقع يتوجه وفد من الأهالي إلى السراي للاطلاع على أجواء الاجتماع فور انتهائه. عبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن ألمه العميق إزاء حادثة بتدعي التي وقعت على يد مسلحين معروفين. الراعي أسف من روما لأن الجنات ما زالوا خارج قبضة العدالة، وأضاف أن ما يؤلم أكثر أن ينعم هؤلاء بغطاء سياسي ما، وهذا الأمر غير مقبول بل يعود بالبلاد إلى نوع من شريعة الغاب.
إلى ذلك قام وفد من دار الفتوى في بعلبك الهرمل برئاسة المفتي الشيخ خالد صلح ومنسقية بعلبك في تيار المستقبل بزيارة بلدة بتدعي لتقديم واجب العزاء بوفاة المغدورين صبحي الفخري وعقيلته السيدة نديمة اللذين تعرضا للقتل في منزلهما على أيدي عناصر مسلحة فارة من ملاحقات الجيش. وتقدم المفتي صلح باسم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بالتعازي من عائلة آل فخري مؤكدا على إدانة هذه الجريمة مطالبا القوى الأمنية والجيش بوضع حد للفلتان الأمني في منطقة بعلبك الهرمل. أصدر وزير الداخلية والبلديات مهاد المشنوق قرارا يتعلق بتحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان، حيث يمنع سيرها اعتبارا من الساعة 6:30 صباحا حتى 9:00 صباحا، ومن الساعة 5:00 بعد الظهر حتى الساعة 7:00 من بعد الظهر أيضا من يوم الاثنين حتى الجمعة والباقي من دون تعديل. وأخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. طالبت قوى 14 من آذار بالضغط على الحكومة لتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع أسوة بالشمال، مشيرة إلى أن أي تراخ في هذا المجال سيعرض البقاع وبالتالي لبنان إلى مزيد من التدهور. ونوهت الأمانة العامة بإفادة مروان حمادي أمام المحكمة الدولية. لمناسبة عيدي العلم والاستقلال شارك وزير التربية الياس بوصعب في رفع العلم اللبناني أمام منزل الرئيس الراحل فؤاد شهاب في جوني مع تلامذة المدرسة المركزية. بوصعب أكد على أهمية العيش معا في وطن واحد واحترام الآخر. وفي صيدا احتفل طلاب مدرسة عائشة أم المؤمنين بعيد الاستقلال على طريقتهم الخاصة ووجهوا تحية إلى الجيش اللبناني ورجالات الاستقلال. تجنبا للسيول التي اجتاحت مناطق عدة في الضاحية، جال محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل على بلديات المنطقة بدءا ببلدية الخبيري وبرج البراجني إلى بلدية حارة حريك، وذلك للتأكد من سير عملها وتعزيز قدراتها مع حلول فصل الشتاء. أقامت إذاعة صوت لبنان ندوة حول كتاب العلامة هاني فحص على مسؤوليتي في فندق لجابرييل الأشرفي. الكلمات نوهت بتميز العلامة وقيمته الأصلية. أقيم في سجن زحلي قداسا احتفاليا بمناسبة تدشين كابيلا مارمخايل بدعوة من مرشدية السجون في البقاع والهرمل. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. بونسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع البنك المركزي الياباني اللي أبقى برنامج التحفيز الضخم على حاله أعقاب البيانات اللي أظهرت أنه الاقتصاد بحالة ركود وخصوصا بظل تنظيم انتخابات مبكرة بكانون الأول. خطوة المركز الياباني كانت متوقعة على نطاق واسع بعد ما فاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي من خلال توسيع برنامج التيسير النقدي وزيادة القاعدة النقدية بمبلغ 682 مليار دولار. ومننتقل لفلاي دبي، شركة الطيران المملوكة من قبل حكومة دبي وبتعمل بميزانية محدودة لجمعت 500 مليون دولار من بيع سندات لمدة 5 سنين لأول مرة. هدف من هالعملية مثل سائر شركات الطيران الإماراتية هو جمع الأموال لشراء الطيارات الجديدة مع نمو وزيادة السياحة والتجارة. على سبيل المثال تلقت اير اريبيا 230 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي لتمويل شراء 6 طائرات ايرباص من طراز A320 السنة المقبلة. أما ترتيب بيع السندات فرح تتولى أمره المصارف التالية: كريدي أغريكول، دبي إسلامك بنك، ناشونال بنك أوف أبو ظبي، نور بنك، أميرتس إن بي دي كابيتال، إتش إس بي سي هولدينغز وستاندرد تشارترد. ومننهي مع أرامكو السعودية شركة النفط العملاقة اللي بتتوقع تنتج 900 مليار برميل من موارد النفط بحلول سنة 2025 بارتفاع من 790 مليار برميل حاليا. ونقلا عن مدير التطوير بأرامكو اللي بيقول أنه رح يرتفع الطلب على النفط والغاز بالرغم من التغييرات اللي عم تحصل بأسعار النفط. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. والآن صفحة الأحوال الجوية مع كارن خراد. مصر. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى صباح يوم الجمعة، والتفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. موضوعنا لهالشهر هو أطلال بيوت قديمة.
من سوريا تسابير نروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس 23 درجة، الرباط 26، الجزائر 28، القاهرة 27 درجة، منكفي على بغداد 24 درجة، دمشق والقدس وعمان 22 درجة، والختام بيكون مع الكويت 26، الدوحة 29 درجة، أما الرياض عم بتسجل 33 درجة. نرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 12 وال 24 درجة، بالجبل 17، أما بالداخل بتوصل أقصاها ل 19 درجة. هلا منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 21 درجة، طرابلس 23، الأرز 13، الكورة 22 درجة. الهرمل 22، القاع 21، بعلبك والريق 19 درجة. منكفي على جبيل 26، فريا 15، جونية وبعبدا 23 درجة. بيروت كمان 23 درجة وطقسها غائم جزئيا. زحل 12، شطورة 14 درجة، عنجر 19، مشغرة 23. منكفي على جزين 22، رشايا ومرجعيون 24 درجة، بنت جبيل 23، والختام بيكون مع صيدا صور وقانا 24 درجة. بكرة طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتوصل أقصاها ل 23 درجة. بالنسبة للجمعة عنا أمطار مع حرارة توصل أقصاها لل 21، أما نهار السبت بتنخفض ل 18 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 3 و 13 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وإلى دي ان اي مباشرة بعد هذه النشرة، حيث يتناول نديم قطيش اللقاء بين أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ووزير الدفاع سمير مقبل، ربطا بموقف الأخير من الهبة الإيرانية للجيش اللبناني. قبل ذلك تذكير بعناوين المسائية. وإن حاولتم أن تعارضوني فسأدمر لبنان على رأسك ورأس ولي الله. مهدي يواصل فتح تهديدات بشار الأسد للرئيس الشهيد رفيق الحريري. تكتل الإصلاح والتغيير من وراء حزب الله يتحملون مسؤولية الأوضاع اللي عم نعيشها بالوقت الحاضر من خلال تعطيلهم لانتخابات رئيس الجمهورية. وحزب الله وعون يعطلان انتخاب رئيس للمرة 15 على التوالي. الفصائل الجنوبية تستعد للسيطرة على آخر معاقل النظام في القنيطرة. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، من محمد ومني أطيب التمنيات وإلى اللقاء. إلى اللقاء. أتمنى يوقف العرض التجاري والتجول التجاري.